مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل هذه التحديات والانطلاقات على ارضيه هذا الميدان ينطلق شوطنا الثاني والشوط الاول لفئه الابكار المهجنات الاصايل لشعارات اصحاب السمو الشيوخ ومن له الرقبه من ابناء القبائل ننطلق بهذا الشوط لنوافي حضراتكم بالاسماء المتقدمه ابدا مع شعار غازيه من يتقدم على المركز الاول مقدما لنا امجاد سمو الشيخ احميد بن خالد بن حمدان النعيمي وسالم بن سعيد بن عامر العمري يتقدم مع صداره الشوط مقدما ل انطلاقة جات على المركز الأول المركز الثاني هناك الضبي قادمة على المركز الثاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الإفلاسي يتابع الضبي على المركز الثاني المركز الثالث أوصلت وتقدمت الشاهينية لهجنة الشباب بمتابعة سالم بن سعيد رابع المراكز أيضا الشاهينية لهجنه الشباب بمتابعه سالم بن سعيد خامس المراكز تاتي وتتقدم الميديه عبد الله بن ثاني بن شاهين المرر تاتي على المركز الخامس المركز السادس اوصلت حفله قادمه بكل قوه سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد يتقدم مع حفله على المركز السادس المركز السابع هناك الوصول مع مزاج لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعه يتابعها بعمليه التضمير أيضا القادمة على المركز الثامن أوصلت وتقدمت انتباه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة يتابعها بعملية التضمير وأيضا حشيمة والحقة قادمات بنفس الشعار لشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة حشيمة وشواهين مشاهدينا متابعينا الكرام هذه لس الاسماء المتقدمة وهذه الشعارات الحاضرة بهذا الشوط الباحثة عن اول اشواط المجنات الباحثة عن الفوز والانتصار ولكن عودتنا الى امجاد عودتنا الى الامجاد الى المركز الاول الى امجاد هذا الشعار مع شعار ممثل امارة عجمان وايضا يأتي مع صدارة هذا الشوط ياتي ياتي مع شعار سمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي وسالم بن سعيد بن عامر العمري يتابع يتابع انطلاقه امجاد مع صداره هذا الشوط مع المركز الاول لكن المركز الثاني هناك الوصول مع الظبي قادمه الضبي قادمه الضبي هنا قادمه باحثه عن الفوز والانتصار لهذا الشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الافلاس يتابع هذا الشعار ويتابع الضبي القادمه والباحثه عن الفوز والانتصار المركز الثالث تاتي الشاهينيه لهجنه الشبه بمتابعه سالم بن سعيد يتابع انطلاقه الشاهينيه رابع المراكز تتقدم ايضا الشاهينيه ايضا لهجنه الشبه بمتابعه سالم بن سعيد وايضا وصلت المايديه عبد الله بن ثاني بالشاهين المرر يتقدم مع المايديه خاتم المايديه باحثه عن وللتصهر وايضا حفله قادمه سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد وايضا انتباه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد رايد المكتوم وعبيد بن محمد الضبيعه ولكن البدايه مع امجاد امجاد تتقدم امجاد مع صداره الشوط مع المركز الاول مع صداره التحدي تتقدم لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي سالم بن سعيد بن عامر العمري يتقدم يتقدم متابعا ومضمرا لامجاد مع المركز الاول مع صداره الشوط مع مقدمه الشوط مع بدايه هذا التحدي متقدمه من البدايه ولكن الضبي الضبي قادمه الضبي قادمه على المركز الثاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان يتقدم بن حميدان يتقدم بن باحثا عن الفوز من ارضيه هذا الميدان ميدان الهباب الحامل للشعارات القويه الحامل لهذه الاسماء القويه والحاضره بيومنا هذا المركز الثالث بدا الوصول والانطلاق مع المركز الثالث من الشاهنيه والشاهنيه على المركز الثالث والرابع لجند الشبه بمتابعه سالم بن سعيد وايضا الازامي قاتمه ولكن الظبي الظبي روحت 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 استفتحت هذا الكيلو استفتحت هذا الكيلو روحت الى الفوز الى الانتصار لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان يتابع هذا الشعار يتابع الظبي الظبي انطلقت وعصاها في بطانها عصاها في بطانها هنا تنطلق بلا وامر بلا تعليمات مات بلا اي اوامر بلا سماعة بلا ايضا جهاز بلا اي هنا تنطلق بالانطلاق الذاتي وبلا داء وعصاها هناك امنة وراكدة في بطانها في بطانها ولكن شوف شوف الغاتمة اوصلت, اوصلت 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 حفلة اوصلت حفلة اوصلت غاتمة ايضا وايضا امجاد ولكن الظبي انطلقت انطلقت الظبي انطلقت الظبي روحت 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 الى الفوز والى الانتصار انطلقت الى هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم والى محمد بن عبد الله بن حميدان من تابعها مشكور يا بن حميدان مشكور باسم الجمهور على ضبي تصل الى خط النهايه معلنة هذا الفوز ولا انتصار المركز الثاني حفله هنا وصلت على المركز الثاني سلمان بن علي من سلطان برشيد الكبير المركز الثالث امجاد لسمو الشيخ حميد بين خالد بن حمدان النعيمي رابع المراكز لجنة الشباب التوقيت عطنا التوقيت سبع دقائق سبعة وثلاثين ثانية يتسجل مع الضبي حاملة للشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن حميدان تحقق هذا التوقيت الأفضل هنا يتسجل مع الضبي سبع دقائق سبعة وثلاثين ثانية تهانينا والناموس على الهوزي والانتصار